لمزيد من المتابعة معنا على الهواء مباشرة هاتفيا الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. أهلا بك معنا دكتور. بداية، قراءتك لزيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى مصر في توقيتها وأجندتها. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. يعني عايزين لو احنا حطينا عنوان لهذه الزيارة فعلا القيادة السياسية بقيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فعلا بتعمل على رسم الطريق إلى تحقيق التكامل العربي المنشود واتباع سياسة تغليب المصالح الخاصة والقومية في التعامل مع القوى العظمى. أعتقد أن سيادة الرئيس النهاردة ركز على ثلاث مبادئ أساسية في هذه الزيارة، وزي ما تكلم التقرير من شوية أن احنا العلاقة بين دولة العراق والدولة المصرية علاقة يعني وطيدة، وكثير من المواقف وقفت مصر بجانب العراق في كثير من المواقف التجارية السياسية أيضا الاقتصادية وإقامة بعض المشاريع. يعني النهاردة سيادة الرئيس اتكلم على ثلاث مبادئ رئيسية في هذه الزيارة. أعتقد يعني كان أول مبدأ أو كان أول مفهوم من هذه المبادئ اتكلم سيادته عن دعم مصر الكامل لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه. وانا اعتقد ان يعني مصر يعني زي ما حضرتك قلتي لا تتدخل في اي من الشؤون الداخليه لاي دوله من دول الجوار، سواء اذا كان ايضا الدول العربيه كافه. ثاني مبدا من المبادئ اللي اتكلم عنها سياده الرئيس النهارده هو تحقيق الاستقرار والامن والتنميه، وفعلا العراق عانى كثير من ويلات الهجمات الارهابيه الكثيره في هذه الدوله. ولو حضرتك كده نفتكر في العام الماضي في يونيو 2023 كان ايضا في زيارة للرئيس دولة رئيس وزراء العراق، وكان لي لقاء مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب واتكلموا عن هذا الموضوع، وكان بيتكلم عن أهمية أن يسود الخطاب الديني المعتدل أيضا في العراق. فالعراق عانى من هذه الويلات، وأعتقد الخبرة المصرية في هذا الموضوع لابد يعني أن تأتي في مراها بالتعاون مع دولة العراق. ثالث مبدأ اتكلم عنه سيادة الرئيس وتعزيز الروابط بين الدولة المصرية والدولة العراقية، واحنا يعني كثير من حجم التبادل التجاري، يعني احنا وصل لحجم التبادل التجاري بيننا وبين دولة العراق وصل يعني حوالي 500 مليون دولار من حجم استثمارات وحجم انشاء مشاريع، سواء اذا كان في الدولة المصرية بايدي مستثمرين عراقيين او بانشاء مشاريع مصرية بايدي مستثمرين مصريين في الدولة العراقية. وافكر حضرتك لو نفتكر كده مع بعض القمة المصرية الأردنية العراقية اللي كان حاضرها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأردن في شهر 28/20، وكان هناك تنوع كثير في مجالات الاستثمار في مجالات من هذا المحور. دكتور سعيد، محور الأردن مصر والعراق، بالتأكيد المواقف والعلاقات الثنائية بين مصر والعراق بها الكثير من الأمور الإيجابية والتعاون المشترك في كثير من المجالات، لكن في ظل توترات حالية ترمي بظلالها على كل الدول المحيطة، إلى أي مدى هذا المحور العراق الأردن ومصر يمكن أن يكون أداة ضاغطة على هذا التوتر في المنطقة؟ شوف حضرتك، احنا يعني زي ما قلنا كده في البدايه ان احنا فعلا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيرسم يعني المصالح الخاصه والقوميه بالنسبه للدول العربيه، مما لا شك فيه أن الأردن، أن العراق، أن كل الدول العربية أعتقد أن هي متشابهة في وما فيش أي اختلاف في الرؤى الخاصة بالدولة المصرية نحو الخلافات الموجودة في دول الجوار. لو حضرتك تفتكري كده في يوم 21 أكتوبر احنا عقدنا مؤتمر قمة السلام عقاب الهجمات البرية الوحشية اللي حصلت من إسرائيل على قطاع غزة، وكان حاضرها حوالي 33 دولة من الدول العربية، كانت منهم العراق ومنهم الأردن. تخيل حضرتك 33 دولة بيحضروا هذا المؤتمر، أعتقد أن هي توافق في الرؤى والاستراتيجية للدولة المصرية. وأنا أعتقد أن هذا التكتل وهذا التجمع العربي اعتقد ان هو ممكن يعني بيحل كثير من الازمات، منها على سبيل المثال الازمه والتوتر اللي احنا بنشهده في المنطقه ورفض الدول العربيه ووقوفها مع مصر في مبدا عدم التهجير القسري لاخواتنا في قطاع غزه. اعتقد ان كل الدول العربيه بلا استثناء، واول ما نتكلم عن هذا الموضوع كان فخامه السيد الرئيس
عبد الفتاح السيسي في هذا المؤتمر يوم 21 أكتوبر، كل الدول العربية بلا استثناء مع هذا الموضوع، وحتى الآن ترفض الدول العربية منهم العراق، الأردن، المملكة العربية السعودية التهجير القسري لأخواتنا في قطاع غزة. أيضا العراق مع مصر والأردن أعتقد المساعدات الإنسانية اللي بتحصل في قطاع غزة، أعتقد أن هناك شراكة كبيرة من الأردن ومن العراق، هناك أيضا مساعدات إنسانية من خلال معبر رفح أو من خلال الطائرات الجوية في المجال الجوي لسقوط المساعدات الإنسانية منهم أيضا دولة الإمارات العربية. فأنا أعتقد أن هذا التكامل وهذا التكاتف وهذه الوحدة العربية اللي بنشهدها في هذه الأزمات، وخاصة الأزمات دول الجوار زي السودان وزي غزة، أعتقد أن ده دليل قوي 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 كبير جدا على أن القيادة المصرية بتعمل في هذا الموضوع. وصلت فكرتك دكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أشكرك شكرا جزيلا.